الأمريكي من إعادة الصوت إلى مريضة ظلت تعاني من شلل في الحبال الصوتية لمدة 30 عاما، ما أفقدها صوتها والقدرة على الكلام. التفاصيل في تقرير الزميل محمد سليمان، نتابع. فقدت هذه السيدة صوتها نتيجة لإنفلونزا حادة عقبتها حمى الشحائي. يؤكد الأطباء أن الإنفلونزا الحادة وحمى الشحائي تنتهيان عند البعض بإحداث شلل تام في الحبال الصوتية. 25% ممن فقدوا أصواتهم يعد السبب لإصابة فيروسية. دكتور مايكل بنينج ابتكر معالجة جراحية بزرع دعامة في الحلق تعمل على دفع الحبل الصوتي المشلول إلى مكانه، ما يسمح بتماس مجموع الحبال الباعثة للصوت. قبل الجراحة كانت المريضة تصدر همهمات مبهمة مثل، وبعد أيام قلائل من الجراحة أعتقد أنها بمثابة أمر مدهش بالنسبة للمريض وهو بعد على طاولة العملية، كذلك بالنسبة لنا. بعد 30 عاما عاد لها صوتها مثلما كان بفضل الجراحة الجديدة القائمة على زراعة دعامة بسيطة داخل الحلق مكان الحبال الصوتية المشلولة. فتح طبي جديد من شأنه أن يعطي الأمل لكل من فقد صوته. محمد سليمان، NBC. ومعنا في الاستوديو الدكتور مايكل بانينج، رئيس مركز الرأس والعنق في مستشفى كليفلاند كلينيك في ولاية أوهايو الأمريكية. دكتور مايكل، first of all, I'd like to welcome you to NBC Studios. سأبدأ معك بالعربية أولا. هل لك أن تعطينا فكرة عن الأمراض التي تؤدي يعني إلى فقدان الصوت، وهل جميعها فيروسية كما ذكر في التقرير؟ نعم، هنالك الكثير من الأمراض التي تسبب فقدان الصوت أكثر مما ذكر في التقرير. فهنالك بعض المهن أيضا تؤدي إلى فقد الأصوات، وهنالك أمراض غير فيروسية. نعم، أنت أعدت الصوت لامرأة فقدته ل30 عاما، يعني هل طول زمن الشلل في الحبال الصوتية يؤثر في العلاج؟ كانت تعاني من شلل في الحبال الصوتية، أحد الحبال الصوتية، وذلك أدى إلى أن تفقد صوتها تماما. وفي ذلك الوقت لم يكن هنالك ما يمكن أن يفعل لها، وعندما أتت إلي جاءت لتبحث عن فرصة للمعالجة وقد كانت هنا. نعم، بالنسبة للأطفال المولودين سلفا بخلل في أو شلل في الأحبال الصوتية، هل يجدي معهم المعالجة؟ الحقيقة الأمر يختلف جدا بالنسبة للأطفال، لأن حجم الحبال الصوتية لدى الأطفال المواليد صغير جدا، ويمكنك أن تتخيلي أنه أقل من حجم الأظفر الصغير الأصبع، ولذلك حينما يحدث الشلل لا نستطيع أن نفعل شيء عند الميلاد وعندما يكون صغار، ولكن ننتظر حتى ينمو وتنضج وتنمو وتتطور تلك الحبال مع نموهم وكبرهم مستقبلا. قبل هذه العملية الحديثة المبتكرة الآن، كيف كانت طريقة المعالجة وما الفرق بين الطريقة القديمة والحديثة الآن؟ في الماضي كان الأطباء لا يجدون الكثير مما يقدمونه للمرضى، وكانوا يقومون بحقن الحبال الصوتية، وذلك كان يؤثر على الحبال الصوتية، يعني الحقن. ولم يتم إشاعة تلك المعالجة إلا في الثمانينات في أنحاء العالم، وهذه المعالجة عن طريق الحقن الآن هي المعالجة الشائعة، وأعتقد أن القليل
يقومون بالمعالجة الجديدة في السعودية وفي البحرين، وهي قادرة العملية الجديدة على إعادة الصوت على نحو تام. نعم دكتور مايكل، أنت هنا اليوم في دبي لحضور مؤتمر طبي، أخبرنا يعني باختصار ماذا يحتوي أو ماذا احتوى هذا المؤتمر، وهل نتوقع قريبا أن توجد أو تتوفر في الإمارات العربية المتحدة طريقة المعالجة الحديثة؟ أعتقد أن هذا المؤتمر ليس مقصورا على الناس هنا في الإمارات العربية المتحدة، ولكن مفتوح للمنطقة العربية. فقبل 16 عاما كان في لبنان، وهذا العام حضر الآلاف ومن المختصين في هذا المجال الأنف والأذن والحنجرة، وقد كان يجد رغبة وتواصلا كبيرا من المختصين في المنطقة. تقريبا دكتور مايكل، يعني كم عدد المصابين أو الذين يعانون من شلل في الحبال الصوتية في العالم؟ نعم، العديد من الناس أو معظم الناس في بعض الأحيان يفقدون أصواتهم، ربما أنت تكوني تعرضت لذلك، ولكن ذلك يحدث لأوقات مؤقتة، لكن فقدان الصوت لأوقات طويلة أمر نادر، ولكن هنالك أكثر من 20% يفقدون أصواتهم، وأكثر من يفقدون أصواتهم هم المدرسون والمعلمون، وخاصة من يستخدمون الحبال الصوتية لأوقات طويلة في مهنهم. دكتور مايكل بالينجر، thank you so much. شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في نشرة التاسعة. Thank you دكتور مايكل. أيضا غدا مشاهدينا